صباح النور. الجامعة التونسية لكرة القدم باش تقدم اليوم الإطار الفني الجديد للمنتخب في ندوة صحفية تبدأ مع نص نهار في مقر الاف تي اف. نذكر اللي الجامعة أعلنت البارح على تركيبة الإطار الفني الجديد للسيليكسيون اللي يتألف من كل من منظر الكبير كناخب وطني مساعد مدرب وطني وعادل السليمي دو بريباراتور فيزيك هما هشام غزية ومحمد التونسي ومدرب حراس المرمى هو عادل زويتا. الفرقة المحترفة لولا البارح تلعبوا مقابلات الدفعة لولا من الجولة الثانية والبداية مع مستقبل سليمان اللي تعادل مع ضيفه اتحاد تطاوين هدف مقابل هدف في ملعب مازل بوزلفة. محمود المسعي افتتح نتيجة تطاوين في دقيقة 31 ثم محمد علي بن حمودة عادل لمستقبل سليمان في دقيقة 35 من الميتون الأول. شكر مفتاح مدرب مستقبل سليمان قال لي فريقه خسر زوز نقاط لكن قال اللي المهم الكونتور يماركي. نسمعوه في ميكرو عبد الله الكيس. ما نعتبروش تعادل إيجابي، أنا نقول خسرنا نقطتين ربحنا مباراة في القروان، حبينا نعملوا انشانمون دو دو فيكتوار دو سويت، مالوريزمون ما ربحناش، فما شوية تعب من المباراة اللي فايتة كيف كيف، معناتها المجموعة مازالت مش كاملة 100%، ما عرفناش نلعبوا الكرة اللي لازم نلعبوها ضد اتحاد تطاوين، خاصة كان منظم دفاعيا كما يلزم، قلقنا برشا بالكرات المرتدة، قعدنا اون إيكيليبر لازمنا نقعد دوما نو با ريسكي باش نمشيو الكل في الكل، سيرتو معناتها فما كونتر اتاك يقلق برشا نتاع اتحاد تطاوين، عندهم مهاجمين سريعين يعرفوا يلعبوا كره يعرفوا يعملوا ترانزيسيون. جات فرص الشوط الاول كنا نجموا نقتلوا المباراه، مالوريزمون ما نجمناش ما ربحناش، قدامنا برشا معناتها خدمه تنتظر فينا، لازمنا نكملوا نخدموا على رواحنا. الفائده بالنسبه لي انا صحيح حبينا دو فيكتوار مي كفريق معناتها صعد كونتر قاعد يماركي لاباس، هذا اهم شيء، مازال عندنا الوقت باش نكملوا نخدموا نصلحوا معناتها لازم يتصلح. وليد الشتاوي مدرب اتحاد تطاوين ما كانش راضي البارح على اهدار الفرص اللي توفرت الفريق وقال اللي تعادل خارج الميدان هو الحاجه الايجابيه اللي صارت. نسمعوا وليد الشتاوي كالعاده في ميكرو عبد الله. يظل فريق تطاوين كما حكيت مع الاداره، يظل في وسط الاسبوع ناقصنا انا امبيتور موش هذا كومي حاجتنا بهدف، لازم هدف الفريق باش نجسموا الفرص. شوف اليوم في ماتش مستحيله باش تصير 6 و7 اوكازيونات كما هكا نات، انا راتيلو ماتش اكلنا في الاخر الحمد لله يا ربي نقطه ميدان تعتبر ايجابيه، مي انا حقيقه مانيش راضي خاصه على بعض الفرص. بقيت نتائج البارح في ملعب المنزه نادي الافريقي يواصل السلسله الايجابيه نتاعو ويفوز على نادي حاملنف 1-0 بونتو ويسام يحيى في دقيقه 67. في الهادي نايفر ملعب التونسي تعادل مع ضيفه هلال الشابه 0-0. ولا سيسيس البارح فاز على نجمه المتلوي في المهيري 1-0 بونتو الحبيب الوسلاتي في دقيقة 14 مع العالم اللي سيسيس كمل الماتش 9 ملاعبية بعد خسارة كل من حمزة جلاسي في دقيقة 45 وعلى المرزوقي في 90+5. كمل مع الرابطة الأولى والموعد اليوم مع الدفعة الثانية مقابلة وحيدة في البرنامج تتلعب مع 4:30 متاع العشية في ملعب حمد العويني اتحاد بنقردين ضد الجي اس كا، مقابلة إذا فرها كريم الخميري تنجموا تتابعوها على القناة الوطنية الأولى. ولينا مع البطولة العربية، نجم الساحلي يواجه اليوم شباب الأردن في ملعب الملك حسن في عمان لحساب ذهاب الدور 32 من البطولة العربية، ماتش توقيته 5 متاع العشية يزفروا الحكم السعودي تركي الخضير. ممثلنا الثاني ترجي يلعب غدوة 4 متاع العشية في لبنان في بيروت ضد النجم اللبناني لحساب نفس الدور، ديما نحكيو على الدور 32، ماتش باش يزفروا طاقم تحكيم سوري يقود الحكم مسعود طفيلية يساعده الثنائي ماهر زيزفون ورامي طعان في حين الحكم الرابع هو طاهر بكر. نختم بالتنس نحكيو على اليو اس اوبن، أنس جابر تواجه اليوم 4 متاع العشية في الدور 32 من دورة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس، البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش نذكر بالرانك متاع أنس جابر 62 في العالم، ساسنوفيتش نمره 46 عالميا، بالتوفيق لأنس جابر. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية، أكثر تفاصيل راديوميتونيزي.com وصفحتنا على الفيسبوك سبور باراديوميت. بعد شوية يتواصل المشوار مع كامل فريق مشتبه.